الآن وصلنا للمرحلة ديال الخياطة. قبل ما نبدأ، هذا الشريط اللي استعملت أنا، هذا اللي كيلصق لينا التوب مع التوب أو الكروشي مع التوب. إلا ما متوفرش راه ماشي مشكل، غادي تستعملي تنبيلات هنا على طول ديال الصدقة، تبدأي من هنا حتى لتحت وتبدأي في هذه الحاشية هذه باش يثبت لك هذا الصدق على التوب، باش تجيك الخياطة سهلة. أنا كنستعملها حيت كيسهل عليا الخدمة، كيجيني سهل، عوض ما نبقى كنخيط بزاف، هذا كيوفر عليا. دونك كنا غنبداو الخدمة من هنا بالضبط، منين بدات الفتحة من هاد البلاصة هنا. غادي تحتاجي ليبرار تكون رقيقة، حيت عارفين بأن هاد لي بيكو خدمتهم رقيقين، الكروشي رقيق والخيط رقيق. الخيط هذا عندي هنا غير على واحد الشعرة، برمتو على واحد الشعرة باش يجيني رقيق وما تجينيش الخياطة باينة، حيت غنخيط من الفوق. لاحظي معايا هنا، غادي نبدا، غادي نشد أول حاجة الخيط بهذه الطريقة بحال الا غنعقدو، في التوب غندخلو من هاد لو بيكو الاولاني. دابا غادي نبدا نخيط غير في لي بيكو. لاحظي معايا مزيان كيفاش غادي ندير، غادي نخدم هنا، غندخل الكروشي فوق من لو بيكو بهذه الطريقة، باغدو الليبرا، وغادي نخرجو هنا عند غرزة حشو، عند غرزة حشو اللي تحت من لو بيكو بهذه الطريقة. استعملي ليبرا رقيقة، انا كنذكرك حين صعيب ان ليبرا عادية تدخل لهذا لو بيكو. هنا غنجي فوق من الراس ديال البيكو، غادي ندخل ليبرا وغنخرجها مرة اخرى عند غرزة حشو. بهذه الطريقة مرة أخرى غادي نعود نضرب في لي بيكو ونجي لغرزة حشو ونخرج ليبرا، وغادي نستمر بهذه الطريقة. هذه هي الطريقة اللي استعملت أنا في هذا الصدق، هذه هي الطريقة باش خيطو. كيبقاو لي بيكو باينين مزيان كيما هما، وكتجي الخدمة في نية مزيان. بهذه الطريقة غادي تستمري من هنا، غادي تنزلي على طول ديال السطوق حتى لهنا، حتى للنص، حتى للنص هنا، ومن بعد غادي تعاودي تبداي تاني الخدمة من هنا، من هنا حتى تتكملي حتى لهنا عند هذا النص السطوق هنا. إذا لاحظتي عندي هنا واحد المسافة راه خليتها خاوية، هادي حيت هنا غندير واحد الوريقة، داكشي علاش. لو أنك ما غاديش تزوقيه أو لا غتزوقيه غير الوسط، غادي تستمري بهاد الضفيرة ديالك أو لا السفيفة ديال الكروشي، غتطلعي حتى لهنا. طريقة أخرى ديال الخياطة، إلا خفتي على هاد لي بيكو ما يجوكش مزيانين، غادي ديري الطريقه ديال الخياطه المدوبله. غادي تجي لهاد الفراغات اللي كاينين هنا، هاد العوينات هادو، وغادي تخيطي فيهم بلا ما تمسي لي بيكو. كندخل ليبرا في العوينه الاولى، وكنمشي كنفوت جوج العوينات اللي خرج منها الخيط، الثانيه الثالثه كنخرج فيها ليبرا بهذه الطريقه. كنرجع للعوينه اللي قبل من العوينه اللي خارج منها الخيط، وكنقز جوج عوينات بهذه الطريقه. هكا غادي يتخيط نص طوق بلا ما تمسي لي بيكو، حيت فاش بديت كنخيط بان ليا بان دوك لي بيكو غيخسروا ليا، ما يبقاوش كيبانوا زوينين. دونك ارتئيت انني نفكر في شي طريقه اخرى، دونك هذه عجبتني، اسهل وحتى النتيجه ديالها احسن. دونك شوفي الطريقه اللي جاتك مزيانه خدمي بها. من بعد ما كملت الخياطه ديالي من هنا حتى لتحت كما وصفنا سابقا، خيط الجهه الاخرى حتى هي بهذا فهاد المنحى هذا حتى لتحت هنا، كملت الخياطه ديالي. دابا عاد غادي نجي نخيط الفتحه. بالنسبه للفتحه
هنا زدت دخلت بعض البيكوات حيت ملي غادي تدور الجلابه هاد الطويه هادي غادي تبان ليا، دونك زدت هاد لي بيكو خيطتهم هنا ما دخلتهمش. يا اما ديري هاد الطريقه يا اما عوض ما تقطعي، يعني على بعد واحد السنتيم تقطعي بأكثر سنتيموس او لا جوج سنتيم. دابا وصلت للجهه الاخرى هادي خيطتها من هاد الجهه هكا خرجت هاد لي بيكو هاد الجهه، حيت فاش غادي تدور الجلابه بحال هكا هاد البلاصه هاد الفتحه غادي تقلب منين كون لابسه الجلابه خاص هاد لي بيكو يبانوا ليا هنا. دونك هادشي اللي غادي نشوفو في هاد الجهه المقابله. دونك غادي نقلب الجلابه باش تجيني سهله في الخدمه بهذه الطريقه. غادي نثبت الفتحه ديالي ديال الكروشيه على غادي نثبتها على ثوب بهذا الشكل هذا. وغادي نكمل الخياطة ديالي بهذه الطريقة. كنخيط تحت من لي بيكو كيما قلت لكم، يستحسن باش ما يخسروش ليا هاد لي بيكو ديما كنرجع وحده بوحده. كندخل الابره في هاد الفتحه اللي عندي قبل من الفتحه اللي خارج منها الخيط، وكنخرج الابره عند الفتحه المواليه للفتحه اللي خارج منها الخيط باش كيجيونا الغريزات صغيورين وما باينينش بهذه الطريقه. استعملي هذه الطريقه ديال الخياطه حتى بالنسبه لو انك خدمتي هذا السطوق بالخيط على جوج على أربعة الشعرات باش تجيو الغرازي صغيورين ومتقونين. غتستمري بهذه الطريقه حتى الفوق ديال هنا. تقدري تستعني بالمخطف باش يشد لك الخدمه، يستحسن. من بعد هاد الفيديو ديال الخياطه غادي ندوزو باش نشوفو في الفيديو المقبل ان شاء الله الطريقه كيفاش غادي نزوقو هاد نص السطوق بالزواق نيت ديال الكروشي. ما غادي نديرو حتى شي حاجه اخرى، كروشي 100%، حيت هاد نص السطوق ممكن انك تزينيه بالطرز اي نوع ديال الطرز حتى هاد الماكينه. انا شفت بعض الاخوات طرزوا عليه بالماكينه او لا الطرز ديال الرباطي بليد، طرز ديال بوان دو كروا، طرز البرازيلي حتى هو العقيق مثلا. ممكن تزينيه باي نوع ديال الطرز. صافي انا كملت الفتحه. فاش تكملي الفتحه غتقفي الخيط مزيان بهذه الطريقه هادي. غندير واحد العقده ندخل في الخدمه وفي الثوب بهذه الطريقه باش نتاكد ان الخدمه ما تحلش. فوالا صافي دابا ساليت. غادي نقطع
نوريكم النتيجة. النتيجة غتكون بحال هكا. دابا انتهينا من الخياطة ديال النص الطوق، نتلقى معكم في فيديو مقبل ان شاء الله بنشوفوا الزواق اللي غنزوقوا به هذا النص الطوق. غادي نستعين بهذا الزويقات، هادو كنا شفنا الدروس ديالهم، هادو هما اللي غادي نخدم غادي نزوق بهم هذا النص الطوق. دونك نتلقى بكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. شكرا على المتابعة والى اللقاء.